النادي الاهلي بيفقد نقطتين في الماتش الثاني على التوالي، كان امام الاتحاد السكندري، النهارده امام البنك الاهلي، لكن النهارده برضو الاداء ما اقدرش اقول زي الاتحاد السكندري. الاداء امام الاتحاد رغم التعادل، لكن كانت الجماهير والناس راضيه عن اداء الفريق، خلقت كم فرص كبير، الروح من بدايه المباراه كانت اقوى، لكن النهارده كان مستوى الاهلي على فترات مع حتى ظهور الفرص كانت على استحياء، ظهر فرصه او اثنين لواحد لحسين الشحات وواحد لمحمود كهربا، لكن مجمل الاداء ما كانش النادي الاهلي زي المباراه السابقه امام الاتحاد السكندري. لا اعتقد مجمل المباراه اداء غير متوقع، اداء سيء للنادي الاهلي الحقيقه، من اسوء المباريات اتلعبت على المستويات، ما بنتكلمش يعني على مستويات حتى السبيريت، على مستويات الاراده للاسف ما كانتش موجوده. طبيعه النادي الاهلي في كل ماتشاته وانت قاعد حتى بتحس ان في وقت من الاوقات لا احنا هنجيب جول، والاحساس ده ما وصلش، اعتقد ما وصلش لناس كتير. في ماتشات كتيرة جدا بتبقى النتيجة متعلقة لغاية الدقيقة 90، لكن بيبقى عندك الإحساس إن النادي الأهلي لا يقدر يجيب جول. للأسف الإحساس ده ما كانش موجود نتيجة يعني نقدر نقول تقريبا معظم الفرقة مش في مستواها الطبيعي. بتتكلم على أخطاء واضحة جدا في عملية الأساسيات كرة القدم. النادي الأهلي للأسف المباراة ديت كمان فقد شخصيته حتى في موضوع الضغط العالي، ما كانش فيه ضغط عالي، الكرة التانية بتروح للاعيب البنك الأهلي. التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية فيها بطء شديد والعكس. نفتكر الشوط الأولاني كان فيه يعني تحول من البنك الأهلي بكرات خطيرة جدا، نتيجة إن إحنا حتى ارتدادنا بعد الهجمة بيكون ارتداد ضعيف. وسط الملعب اتعالج شويه بوجود عمرو السوليه في الشوط الثاني، لكن ما زال كمان ما كانش ليه الدور الاقوى في عمليه الاستحواذ على نص الملعب، ما كانش فيه رؤيه واضحه الحقيقه في مباراه النهارده الشوط الثاني كلها، حتى الفرص اللي جات لنا كلها من يعني مجهودات فرديه، وللاسف كمان في فرص سهله الحقيقه، يعني لو بنتكلم على فرصه كهربا، فرصه هدف مليون في الميه، لكن ما خلقناش وما صنعناش الشكل الهجومي نقدر ان احنا نقول لا الاهلي دلوقتي ممكن يجيب جول. يعني ما مرتش علينا اللحظه زي مباراه الاتحاد. مباراه الاتحاد انت قاعد لدقيقه 90 حاسس النادي هيجيب جول، عامل ضغط عالي بيخلق فرص من العمق ومن الاطراف هو ده اللي بتكلم عليه. النهارده ما كانش ده موجود. نتيجه ايه؟ نتيجه انا شايف ان نتيجه ان بدايتنا ما كانتش موفقه في الشوط الاولاني، الشوط الثاني الموضوع ظبط شويه على موضوع الاستحواذ، بدات انت المستحوذ اكتر على الكوره، لكن الشراسه الهجوميه مش موجوده، خلق الفرص المحققه مش موجوده. بتتكلم كمان على عدم تنظيم في نص الملعب، يعني ما فيش تنظيم واضح في نص الملعب لدرجه اخر 10 دقائق انا ما بقتش عارف مين بيلعب فين الحقيقه. هنيجي يعني للتغييرات دلوقتي وهنتكلم عنها. الشكل العام ما بقتش حاسس يعني مين بيلعب فين، عمر بيلعب فين، بيلعب يمين ولا بيلعب شمال ولا في النص، عمرو السوليه 10 ولا 8، يحيى عطيه طلاب بقى جناح، يعني بقى في شويه كده من العشوائيه في الاداء ما بينتجش عنه خطوره على المرمى الحقيقه. كرات كلها الحقيقه كانت فرص، لكن فرص عشوائيه، ما كانش فيه النهارده الحقيقه شكل. وانا عايز اقف عند دوت، ويمكن الكابتن محسن قال لازم من وقفه، لان انا بالاداء ده الواحد ما يطمنش للمباريات اللي جايه الحقيقه، المباريات اللي جايه مستويات اكتر شراسه واكتر قوه، فبالتالي لا لازم يكون اللعيبه تقف مع نفسها كويس قوي، لان الفتره الجايه مش بهذا المستوى هتبقى عندك مشكله كبيره جدا امام، خاصه ان الدوري السنه دي قصير وصعب واستثنائي، فكل نقطه بتفقدها وكل نقطتين بتفقدهم هياثروا عليك بعد كده. وكمان انا عايز اربط باللي جاي، انت عندك مباراه في بطوله افريقيا، مباراه قويه جدا مع فرقه محترمه جدا، بعديها عندك مباراه منتهى القوه، فالحقيقه الفتره الزمنيه اللي احنا بنمر بيها لازم يكون في وقفه، اللعيبه تقف مع نفسها كويس قوي، الجهاز الفني يعرف يشتغل كويس قوي في الفتره اللي جايه، لان اللي جاي اكيد هيكون اصعب من مباراه النهارده.